بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدود الريق. هنا هتظهر في الصورة دي مشكلة كبيرة جدا. الريق ليها محددين بيحددوا حدودها، ايه هما؟ هنلاحظ ان الريجة ليها محدد الاول وهو رفرفة القعدة، لازم تكون هي خارج القواعد، ما ينفعش تكون داخل القعدة. طيب النقطة التانية ان ليها حد الحفر، فهي بتكون ما بين حدود الحفر وما بين رفرفة القواعد. يعني في الصورة اللي امامنا ديت هنلاحظ ان ادي القواعد وادي حدود الحفر، وان الريجة ما بين حدود الحفر وما بين رفرفة القواعد، ما بين الاتنين. يبقى ناخد بالنا ان المحور لما بيكون موجود هنا المفروض ان الاعمدة بتكون في منتصف القاعدة عادة، يعني في المدن الجديدة بيكون العمود في منتصف القاعدة، لكن في المدن السكنية القديمة بيكون العمود عمود جار، فبيكون الجيران لازقين في بعضهم، فما بيكونش في حدود ريجة اصلا. الريجة بتكون على الجار ذات نفسه، بحط لوح خشب الزقه على الجار وخلاص. لكن احنا هنا في مدن جديدة، فلذلك هنلاحظ ان العمود بيكون في منتصف القعدة، فالمحور بيكون هنا، فالمبنى بيكون عند الخط ده كده، فالقعدة هنا بتكون مرفرفة عن حدود المبنى، بتكون خارجة عن حدود المبنى، فما بنكونش واخدين بالنا ان احنا محتاجين نحفر بزيادة، فاحنا لذلك محتاجين نحفر بزيادة بحيث ان احنا نحقق رفرفة القعدة ونحقق مساحة لوضع الريجة. يبقى حدود الحفر يجب في مرحلة الحفر ان انا اعمل حسابي في رفرفة القواعد وفي حدود الريجة. طيب الريجة هنا بعمل حسابي مثلا في متر متر ونص بعد الرفرفة بحيث ان انا اقدر اشتغل براحتي. النقطة التانية عمق الحفر ونوع التربة. عمق الحفر ونوع التربة هيأثر تأثير مباشر على الريجة، يعني لو التربة دي تربة ضعيفة هتهيل، هتقع على الريجة دي تكسر الريجة وتكسر القواعد، لذلك أنا محتاج إن أنا أزود حدود الحفر بتاعتي عشان أقدر أحافظ على الريجة. يبقى حدود الريجة هي إنها تكون محققة رفرفة القواعد، يعني خارج الرفرفة بتاعت القواعد، خارج مساحة القواعد، وما بين القواعد وما بين حدود الحفر. لذلك هنا في الصورة اللي كانت موجودة هنا معانا هنلاحظ ان انا في خطأ كبير جدا جدا حصل، ان حدود الحفر كانت ناقصة، يعني كان المفروض ان انا احفر بزيادة فما حفرش صح، فلذلك هنلاقي ان الحفر ضغط على المساحة بتاعت القواعد، فلذلك النجار اضطر ان هو يحط الريجة داخل القعدة. طبعا ده الراجل بيصرف نفسه عشان ما يعطلش، لكن الكلام ده خطأ، هو هيحله بحيث ان هو يجي وقت الصب يفك المقص ده او العروسة دي، يفكها اثناء الصب، وبعد كده يرجع يركبها تاني لما يجي يبدا يشتغل في القواعد المسلحه. لكن كان المفروض في اثناء الحفر ان انا اعمل حسابي في مساحه كافيه لرفرفه القواعد ومساحه كافيه لعمل الريج. بكده نكون هنا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.